بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله الآن مع صحيحي الفرد الرابع الدورة الثانية مادة الفرنسية المستوى السادس سنة 2022. يمكنكم تحميل الامتحان والتصحيح من الأيقونة التي ستظهر لكم أعلى هذا الفيديو، فقد تابعوا هذا التصحيح حتى تظهر هذه الأيقونة، بالضغط عليها ستنقلكم إلى فيديو التحميل. في هذا الفيديو ستجدون الامتحان في صندوق الوصف. بعد أيقونة التحميل تحميل الامتحان ستظهر لكم أيقونة تحميل التصحيح. في حالة إذا ما دخلتم لهذا الفيديو من الفيسبوك عليكم تغيير المتصفح بالضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الأعلى وتغيير متصفح الفيسبوك إلى متصفح الخاص بهاتفكم أو تطبيق اليوتيوب لتتمكنوا من تحميل الامتحان والتصحيح. سنضع لكم رابطا مباشرا.